هلا شو هلا الموضوع؟ بدك تنقع البرغل بالماء اذا بتحب تحط كفوف على عرقك. يلا اكيد هو الكفوف هن الاهم هلا. مزبوط، خاصة انه نحن هلا فترة كورونا، كارثة هالكورونا. هذه الكورونا يتمتنا ودمرتنا، غلقتنا وفوتتنا بالحيطان. هلا نحن باجواء الضيعة بنتخيل. هلا نحن باجواء الضيعة، أول شيء شوية مي. شوية مي، هيدي مي. بقول لك شغلة صغيرة بدنا هيدي. بدك تنقعهم للبرغل. حط شوية برغل لقول لك هون. اوكي. ننقعهم بالمي. تمام. تمام. واللحمة نبلش نقصها لنبلش. وشوي لقول لك هلا نحن. ايه. ليه بنعتمد جرن الكبة؟ جرن الكبة هيك خلينا ندلله شوي بالثلج تمشان لما بنعمل الكبه. استاذي لمشان لما بنعمل الكبه اوكي حافظ على سقوعتها. بندلله شوي بالثلج، خليه يترطب شوي الجرن، بس نحط بقلبه الكبه ضلها مسقعه، والكبه ما فيك تاكليها هي سخنه صح؟ ما انا كنت بدي لك اتركها سخنه ومندوق ريتها. هلا اذا بدك تاكليها سخنه فيك تاخذيها نيه وتحطيها بالمايكروويف وتاكليها. يعني انا مفكره انه نقلتك على اجواء مختلفه عن الاجواء يلي تسلمي لي. لا بتعيش فيها بالمكان الثاني بعد بيتك الكاسينو يلي معروف جدا عند محبي السهر. ايه جو الله الله يا دنيا. انا رح اتركك انت وعم تشتغل وتقص اللحمه، هيدا سكين، وبلش اطرح عليك اسئله. اوكي. بتلاحظ انت اكيد الفيميلز السهرانين عندك، انت قلت لي بتشوفهم تراقبهم كيف عم يرقصوا بحكم شغلك، يعني بتشوف اذا الجو حلو. ايه. اي عمليات تجميل هلا دارجه اكثر شيء عند الفيميلز؟ صاروا كلهم بيشبهوا بعضهم، كانه كلهم عم بيروحوا عند نفس الدكتور، كله شفاف. ايه شفاف اكثر شيء؟ كله شفاف و... واشياء ما فينا نحكي فيها هلا على الهواء، بنحكي فيها بعدين برات الهواء. بس اجمالا كله بتطلع فيهم كله صاروا بيشبهوا بعضهم. فوتوكوبي فوتوكوبي، شفاف المقلوبين، المنخار اللي طالع لفوق. فأنا برأيي المرأة جميلة بطبيعتها. بطبيعتها بدك تقص لحمة، لأن أنت عم تسهل المهمة عليك، عم تحط اللحمة المفرومة. هلا بس نخلص بندوقها لريتا. يعني مثل ما فهمت جو هيك بتبصبس بالسهرات، بتطلع شمال يمين. ليك النظر لا يحجب والعين بتحب الجمال، وسبحانه ربنا بيحب الجمال، واللي ما بيحب الجمال بيكون هو عنده مشكله بينه وبين حاله صح؟ صح. ف انا مش جايه يعني خانقك اكيد مع لا اكيد مش خلينا نحكي بزنس، خلينا نحكي بزنس، انت يعني جماعه الفن بالبزنس، واكيد معارفك وعلاقاتك صارت كثيره واكتسبت اصدقاء كثار ويمكن كمان اعداء كثار، مين هيك فنان بتعتز انك اكتسبته كصديق لإلك؟ ليكي انا بال رح احكيكي بالعموميات، انا اجمالا بالوسط الفني عندي اصحاب كثير وما عندي اصحاب بذات الوقت. كيف؟ ليه؟ يعني انه على مسافة واحدة من الكل، وما عندي عداوات مع اي فنان، وبذات الوقت ما في خشبشية مع الفنانين. هلا في فنانين قريب لهم اكثر من غيرهم، مثلا بعطيك مثلا مثل فارس كرم مثلا، من الفنانين اللي كثير بحبهم، من الفنانين اللي انا بعتبر انه اكثر فنان شاب قريب لإلي واصحاب انا وياه، يعني في حكي من وقت لاخر، بنحكي مع بعض، بنسلم على بعض، بنحكي بمواضيع فنيه او عمل او الى ما هنالك. طب اعداء الكار كثار؟ هلا معروفه، بيقول المثل انه ما لك عدو الا عدو الكار. ما عم ذكرك عم ذكري. بيقولوا انه ما لك عدو الا عدو الكار، بس انه الانسان بمراحل معينه لازم يترفع، لانه كل انسان عنده مساحته الفنية وعنده جمهوره وعنده عالم اللي بتحبه وعنده الكادر تبعه وعنده. مظبوط، انت من الفنانين اللي عندهم ملعبهم الخاص. عندي ملعبي يعني ما بقرب على حدا. بس بعدك عن المنافسة يعني جو؟ ما بقرب على حدا وما بعتقد انه في ناس بيقدروا يقربوا علي. هلا اكيد بس هيدا شيء ببعدك عن المنافسة او المنافسة موجودة؟ لا لا المنافسة دائما موجودة، إذا منك عم تتنافسي أنت وفنانين المفروض تتنافسي أنت وحالك. أوكي. تقدري تقدمي أشياء أفضل
بتتحدي حالك. وانا بسمع كثير وبراقب كثير يعني براقب الحقيقه انه الوسط الفني، الاعمال الفنيه اللي عم تنزل، تشوف وين محلي انا من الاعراب، لشوف الترند لوين رايحه، تتشوفي دائما الموضه، لانه الفن بالاخر هي موضه مثل الازياء مثل كل شيء، يعني كل فتره بينزل اشياء جديده، بدك تراقبي لتقدري تعرفي ذوق العالم وين صار، وبعدين جيلنا نحن غير جيل اللي سبقنا، والجيل اللي جاي اجى من بعدنا غير جيلنا نحن، فبدك تضلك مواكبه الاجيال اللي جاي لتقدري تعطي اشياء تتناسب مع الجو اللي انت فيه، مع الوضع اللي انت فيه. انا ما راح اسالك مين النمبر 1 بعالم السهر، بس مين هيك اكثر فنان او المنافس الاقوى لجو اشقر؟ يعني في عالم موجود على الساحه الأقوى. في عالم موجوده على الساحه مثل مين؟ مش رح سمي حدا لانه ماني مخول اني سمي حدا، ليك شو طالعه طيبه بتموت كثير، طالعه طيبه شوفي ما اطيبها ليك. طب عن جد طيبه، لمشان هيك انا رح انزع لك اياها وزد لك شويه ليك ما اطيبها ليك. اي بعد ما خلصت المهمة شوفي بتجنن. شو رايك بالرديات يلي عم بتصير بين الفنانين باماكن السهر؟ يعني بيطلع فنان بيعمل رديه موضه هيدي موضه، بس بصير بس مع هالموضه يعني بصير الفيديو فايرل، برد عليه الفنان الثاني برديه اقسى. هيدي موضه ليكي شو حلوه هلا الكبه لما بتحط الكبه حلوه، بس الرديه احلى ولا لما بتغمسيها بالبرغل ايه بتعمليها هيك؟ الرديات حلوين ما بالك تحكي هلا اتس ترند، هلا الرديات ترند عرفتي؟ والعالم بتنبسط فيها لانه بالرديات بيصير بس انت مع الاشخاص اللي بتعتمدها؟ لا هلا الرديات حلوه كافشات بالسهره يعني، بس هيدي منها هويه للفنان عرفتي؟ كل عمرها موجوده وبغنوها بالزجل وبغنوها بالقراده وبغنوها بالقعدات الضيعه وبغنوها بالمناسبات ولما بيكون في زعامات وانتخابات ومخترة وما الى ما هنالك. هالرديات دائما موجوده حلوه هيك بتعمل قفشه بالجو، بس هيدي منا بصمه لفنان. اوكي منا بصمه لفنان، بتكون لخلق جو معين. بس يعني انت مع مثلا الكلمات بتكون مكتوبه على الوضع، مثلا هلا على كورونا الوضع الاقتصادي، لكن اللي بيقول رديه مش ضروري يكون بغني، في يكون شاعر، في يكون بيقول زجل، في يكون فنان، في يكون مهرج، في يكون شو اللي بدك اياه. يعني فيكي انت مثلا هلا تجي تكتب لك كلمتين تقولي رديه، زقفوا لك العالم عليها، بالاخر عم يزقفوا على كلمه وعلى حاله انت عم توصفيها بمجتمع معين انت موجوده فيه، بس هيدا مش معناتها انه هي بصمه لإلك كمسيره فنيه، يعني ما لها علاقه. مسيرتك الفنيه اللي بتترك لك بصمتك هي الاعمال اللي بتقدميها، هي اللون اللي انت بتقدميه اللي بيشبهك انت ما بيشبه غيرك. رديات عم تقلدك العالم اللي بغنوا رديات، ما لها طعمه. طيب جو انت بالحرب تركت لبنان رحت على قبرص، هلا مع الوضع السيء كورونا وضع الاقتصادي بلبنان والقطاع السهر يعني مخوطر كثير، يعني بتفكر تترك لبنان وتروح انت وعائلتك؟ لا انا لبنان غير بلد، خلقت بلبنان رح اعيش بلبنان، وان شاء الله بعد عمر طويل رح موت بلبنان. انا اولادي اكيد بدي احسهم انه بدي حط لهم اياها براسهم انه ما يروحوا برات لبنان الا اذا حبوا يروحوا يدرسوا برا ويرجعوا على لبنان، لانه هلا لبنان بلدنا. لمين لبنان؟ لالنا نحن. لاهله تركوا. لالنا لبنان. في دخلك شيء صحن حدك؟ لان هلا بدي فهيدي قصتنا مع لبنان يا ست كارلا. مش شو يعني اقل مشكل بنبرم ظهرنا ومنسل. لا شو هالحكي، لبنان مرقنا بظروف اكثر بكثير، مرق علينا الانتداب الفرنسي، عهد العثمانية 400 سنة حاكمونا العثمانية وفلوا، الفرنسية قعدوا وفلوا، يا ما مر علينا ناس كله رجع فل. مزبوط يا كارلا؟ صحيح. بس بدنا نقدمهم بالصحة، لأنه بتعرف إنه العين بتشبع قبل التم. لك طليتني أنا ألعب فيها يلا لنزعتها. يلا ماشي تفضل، شيلهم كلهم يلي بالجرن، نحطهم هيك قطع. ريتا طالع على بالك صبايا؟ بدوق ني. انا بدوق ليك. اذا ما حتاكلي انت حبلش انا بالاكل. ها انتبه صحتين. هلا بيجي بطعميكم كلكم بايدي انا. هلا جو منه عارف ليه انا عم بقول له فضي كل يلي بالجرن اليوم. انتو بتعرف ليه عم بقول لك فضي كل يلي بالجرن؟ ليه؟ لانه بدي اتحداك تحمل هالجرن. انا في احمله مليان، لو في احمله بحمله مليان. نحن لما نجويك يعني وتجوي ثيابك كارلا، يعني بيني وبينك ما حدا سبقك عليها هيدي. شو هي؟ قصة الجرن، جرن الكبة.
ولا اهضم من هيك. شكلهم بشهي بلا برغول. هلا خلص بقى، هلا في ناس بحبوها مع برغول، في ناس بحبوها بلا برغول، انا بحبها مع برغول مثلا. يلا يا انا رح اطلب منك جو نكون عم نروح على البريك بغنيه اجرنا الكبه، بس قبل ما نبلش بالغنيه فينا نشوفك عم تحمله للجرم بالعالي؟ باكد لك منه 100 كيلو. حمسوا صبايا 100 يلا واكثر. واحد اثنين اوبا اوبا ياي. الال بي سي اي بترافقك وين ما كان، كل برامجها بين ايديك من خلال موقعها الالكتروني والابلكيشن الخاصه فيها على هاتفك وعلى جهاز الابل تي في.